توشك الدولة في لبنان على الانهيار مع انخفاض الليرة إلى مستويات قياسية، ورواتب الموظفين ما عادت تكفي حتى للتنقل بين منازلهم ومكان عملهم، والمؤسسات الحكومية باتت معطلة. هذا ما أكده تحليل نشره معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى بشأن لبنان، الدولة التي أنهكتها الأزمات. واقع حال وصل إليه لبنان في ظل تحكم ميليشيا حزب الله وكيلة إيران بمفاصل الدولة وتسلطها على مؤسساتها. مراقبون للمشهد اللبناني يؤكدون أن الأيام القادمة ستكون أسوأ، فلا يمكن إجراء أي إصلاحات اقتصادية في ظل تحكم ميليشيا الحزب التي تشرف على هذا الانحدار الحاصل في البلاد، فيما تنظر إيران إلى لبنان كرهينة، وترى أن محاولة إصلاح الواقع الاقتصادي والوصول إلى نوع من الازدهار في لبنان أو سوريا أو العراق أمر لا يصب في مصلحتها بحسب صحفيين لبنانيين نقل عنهم المعهد الأمريكي. أمر لمسه وبات يلمسه الكثير من سكان لبنان بما فيهم أولئك المحسوبون على حاضنة ميليشيا حزب الله، حيث باتت أصواتهم المنتقدة للميليشيا ترتفع أكثر من أي وقت مضى، ولعل خسارة ميليشيا الحزب أغلبيتها البرلمانية في مجلس النواب اللبناني خير شاهد على ذلك. وفي الوقت الذي تنتشر المظاهرات في شوارع إيران، يرى مراقبون أن ميليشيا حزب الله تعيش أسوأ أيامها، وتحاول أن تلغي اتفاق الطائف وتصل إلى كتابة دستور جديد يضمن سلطتها واستمرار سلاحها الذي يهدد أمن لبنان واللبنانيين مع إيران أو بدونها. فانهيار النظام في طهران أمام التظاهرات المندلعة منذ نحو 3 أشهر سيعني انهيار وكلائها ليس في لبنان فحسب، بل في المنطقة برمتها.